سعد الله مساءكم بالخير. بعث فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة إلى أخي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالمملكة. جاء فيها الأخ الكريم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيق المحترم. ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهدكم الأمين والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وإذ نشاطركم أحزانكم إزاء هذا المصاب الجلال نبعث لجلالتكم وإلى كافة أصحاب السمو الملكي الأمراء وإلى الحكومة والشعب السعودي الشقيق والأمة العربية والإسلامية بخالص العزاء وعظيم المواساة في فقيد المملكة العربية السعودية والأمة العربية والإسلامية. فقد كان رحمه الله علما قياديا وسياسيا بارزا من أعلام الأمة وقادتها الحكماء، ويعتبر رحيله فاجعة كبيرة لنا وللأمة العربية والإسلامية وخسارة أليمة ليس للمملكة وحدها بل ولشعبها اليمني بشكل خاص الذي سيبقى خالدا في قلوب وذاكرة أبنائه جميعا لما قدمه من عطاءات خيرة في كافة المجالات الخدمية والتنموية وتعزيز علاقات التعاون اليمني السعودي. كما أن أياديه البيضاء وصلت إلى أرجاء اليمن ودعمه اللامحدود للكثير من المشاريع التنموية والخدمية وتعزيز علاقات التعاون اليمنية السعودية في مختلف المجالات ودوره المباشر في تمتين عرى العلاقات الأخوية الحميمة بين الشعبين والبلدين الشقيقين من خلال رئاسته للجانب السعودي في مجلس التنسيق اليمني السعودي لأكثر من 35 عاما حافلة بالعطاءات الخيرة والإنجازات العظيمة. لقد كان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله شخصية سياسية عربية وإسلامية متفانية في قلب العمل الملتزم والمسؤول خدمة للعروبة والإسلام، ورجل دولة مسؤول ومحنك، وكان بالنسبة لي أخا عزيزا وكريما عرفته بشوشا ومبتسما ومتفائلا ومتفهما يحب الخير للآخرين ويحب البعيد كما يحب القريب. جمعتنا بسموه الكثير من المواقف الأخوية المهمة والمنعطفات التاريخية البارزة في مسار العلاقات الثنائية المتميزة بين بلدينا الشقيقين الجارين، والتي اتسمت بالصدق والشفافية والحرص المسؤول على المصلحة العليا المشتركة لبلدينا الشقيقين، والذي مكننا من تجاوز كل ما كان يشكل صعوبات أو عوائق يمكن أن تعكر صفو تلك العلاقات، كما أنه سيبقى خالد الذكر بتلك الأعمال التي جسد من خلالها روح الوفاء وصدق مشاعر الإخاء النابعة من جوهر ديننا الإسلامي الحنيف وقيمه ومبادئه السمحة التي عملت قيادة المملكة العربية السعودية على إرسائها، وارتقت إلى أعلى مستويات الرسوخ والثبات والتطور في ظل قيادتكم الحكيمة. أخي الوفي الكريم خادم الحرمين الشريفين، نعم لقد كان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان تغمده الله وتعالى بواسع رحمته خير معبر وملتزم عن تلك التوجيهات المبدئية الواضحة في العلاقات الثنائية المتميزة، ولذلك فإن مصابكم هو مصابنا وأحزانكم هي ذات أحزاننا، فتقبلوا مني شخصيا ونيابة عن الحكومة والشعب اليمني أحر التعازي وصادق المواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد سموه بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم وأهله وذويه وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.